ده الشارع اللي فيه فندق منتخب مصر، او يعني احنا دلوقتي واقفين قدام الفندق، ودي السيارات، ده الممر الخاص بالسيارات المقيمين في الفندق من التابعين لمنظمين الفيفا او التابعين للفيفا. زي ما احنا شايفين ده ممر خاص بعيد عن الشارع نفسه، يعني مقسوم الشارع اتنين، وفي جزء ده الفندق من جوه، احد مداخل الفندق مدخل السيارات. وهنا التأمين بشكل كبير جدا زي ما احنا شايفين، ده برضو احد المداخل بتاعت الفندق، وده الفندق من بره زي ما احنا شايفين على الفيفا الزكرامي. وانا طبعا احد المسؤولين في الجهاز الفني لمنتخب مصر او اداري منتخب مصر، اعلام المقيمين في الفندق، طبعا اعلام علم الفيفا وعلم مصر وعلم روسيا. وزي ما احنا شايفين ده المنطقه المحيطه، دول كل دول مسؤولين تابعين للفيفا، بياخدوا وقتهم اداري منتخب مصر عشان يعرفوا خط السير والمواعيد وكل التفاصيل. ده محيط فندق المنتخب زي ما احنا شايفين، الشرطة متواجدة في كل مكان، في دورية شرطة واقفة مخصوص عشان منتخب مصر او عشان بعثة منتخب مصر. هنا ده المكان اللي فيه الفندق، وده الشارع اهو بتاع الفندق، سيارات مسؤولي الفيفا، والمدخل الرئيسي شايفين كل حاجة بتنقل قدامكم بالتفاصيل.